فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الزحام الشديد في مدينة كالرياض مثلا، هل هو رخصة في عدم إجابة الدعوة، حيث يتطلب الأمر أحيانا ساعة للذهاب إلى تلك الوليمة وأخرى للرجوع؟ إذا كان في مشقة، فالمشقة عذر. إذا كان في مشقة ولا خطر في الطريق هذا عذر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.